دايما بنقول ان الجنة تحت اقدام الامهات، بس مش كل الامهات في قلوبهم رحمة. وجريمة النهاردة هتعرفنا ان في انسانة على هيئة شيطان خلصت على ولادها التلاتة علشان تعيش مع عشائها في الحرام، وقتلت ولادها بابشع طريقة، واتهمت الجن ان هو جان. وعشان تثبت بجريمتها ان احيانا الغريب يكون احن من القريب، وان عدم الرضا بالحال هيوصل صاحبه في النهاية للهلاك. اهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات سلسلة أرشيف الحوادث. جريمة النهاردة من الجرائم اللي هزت مصر كلها، مش بس البشاعتها ولا لأن ضحاياها أطفال صغيرين، ومرتكبة الجريمة كمان هي أمهم اللي المفترض إنها تكون أكتر واحدة تخاف عليهم حتى من الهوى الطاير، لكن رغباتها المكبوتة كانت أقوى منها، وما كانش في أي حاجة ممكن تمنعها عن الجريمة اللي عملتها. في 2015 في قرية شرباس بدمياط، سلوى أحمد بنت عندها 29 سنة، بنت متعلمة على خلق ودين، خريجة كلية الخدمة الاجتماعية، وزيها زي أي بنت أهلها كانوا عاوزين يفرحوا بيها، لكن للأسف ما كانش بيتقدم لها أي حد، وكان نادر لما حد يجي يخبط على باب بيتها، وفي النهاية ما كانش أي موضوع بيكمل، لحد ما أمورها تيسرت مع شخص اسمه تامر صابر، مزارع وعنده 36 سنة، وتم الجواز فعلا بينه، ورغم أنه كان بيحبها جدا جدا، ومعيشها عيشة كويسة على كف في الجوانب، لكن سلوى ما كانتش مبسوطة ولا راضية، وكانت دايما بتعايره، انت مزارع وانا تعليم جامعي، لكن تامر عشان بيحبها استحمل كتير منها، وكمان فكر انه لازم يخلف منها، وبينه وبين نفسه قال هو ده الحل علشان نقرب من بعض. وفي خلال سنتين جواز ربنا رزقهم بمهند اكبر اولاده، واللي كان عنده 5 سنين، ونور وندي، الاتنين دول ربنا رزقهم بيهم توأم وعندهم 3 سنين، لكن الموضوع للأسف ازداد سوءا فسوءا. سلوى طول الوقت متعصبة وزعلانة وبتطلب الطلاق، وكل ده لأنها شايفة جوزها أقل منها، وكمان عشان ما كملش تعليم. لكن تامر رفض الطلاق عشان خايف على مستقبل أولاده، وحتى أهل سلوى كانوا بيقولوا نفس الكلام. حاول تامر يرضيها بكل الأشكال، وعلشان كده خدها هي وأولادها وسافروا على مدينة دمياط الجديدة، وقال يمكن لما تخرج من القرية هي وأولادها وتطلع المدينة يمكن نفسيتها تتحسن. لكن بسبب ضيق الظروف المادية اضطر تامر انه يرجع هو وزوجته واولاده للقرية من تاني، وكلهم راحوا سكنوا ببيت عيلة تامر، وما كانش يعرف انه بكده بيكتب السطور الاخيرة في حياة ولاده التلاتة. سلوى قررت تتجه للنت علشان تخرج من الكبت اللي جواها، اتعرفت على واحد وحبوا بعض ووعدها بالجواز، لكن على شرط انها تتخلص من جوزها وولادها التلاتة. وهنا سلوى ما فكرتش كتير واخدت القرار انها لازم تتخلص من عيالها التلاتة، وبعد ما تخلص منهم بيبقى سهل انها تطلب من جوزها الطلاق. وبدأت تنفذ الخطة في مارس 2015. حمات سلوى أم تامر كانت ساكنة في الشقة اللي تحتيهم على طول. سلوى خدت الولاد ونزلت عند حماتها، وقعدت تهزر وتتكلم معاها عادي جدا، واستأذنتها إنها تطلع شقتها تخلص بعض الأعمال في شقتها، وكده كده الأولاد قاعدين مع جدتهم تحت. وبعدها بنص ساعة حماتها نادت عليها علشان تاخد بنتها نور لأنها نامت وهي قاعدة، ومن هنا بدأت الجريمة. سلوى خدت نور بنتها ونيمتها في حضنها، وفضلت تطبطب عليها لحد ما تأكدت ان نور نامت، وبعد كده حطتها على السرير وراحت رامية تيشيرت قطن على وشها علشان تتأكد يا ترى نور صحية ولا لا. وبالفعل نور اتضايقت وابتدت تتحرك شوية، فضلت جنبيها لحد ما تأكدت ان نور نامت، وراحت جابت فوطة وملياها مية وربطت نور وابتدت تخنق فيها. فضلت على الوضع ده خنقة بنتها لمدة 10 دقايق كاملين. نور بنتها كانت بتحاول تقاوم، لكن بسبب ضغط سلوى على نفسها البنت ما قدرتش تتحرك، ولما الرغاوي ابتدت تنزل من بقها كده سلوى تأكدت انها ماتت، راحت مسحت الرغاوي ومنديل وغطتها على اساس انها نايمة. في الوقت ده حماتها نادت عليها، تعالي نادين بنتك هي التانية نامت. طلعتها وحطتها جنب اختها وعملت مع بنتها زي ما عملت مع نور بالظبط، بنفس التفاصيل في كل شيء. وبعد ما خلصت نزلت تحت لحماتها وكانت بتزعق في مهند علشان يطلع هو كمان ينام، ولكأن قلبه كان حاسس وكان رافض نهائي يطلع ينام في الشقة، علشان كده حماتها راحت اقترحت
راحت عليها اقتراح تسيب مهند ينام على سريرها هي جوا، ولما مهند ينام ابقش ليه وطلعي بيه فوق. وبالفعل مهند بعد شوية نام، وفي الوقت ده سلوى كانت عاوزة تسبك الحكاية وكانت مجهزة رواية تحكيها لحماتها عشان يبقى عندها حجة تقولها لما يكتشف الجريمة. وقالت لحماتها ان كان في قطة سودة وشكلها مرعب جدا ونظراتها غريبة وبتيجي دايما تحت البيت، وانها طلبت من جوزها تامر انه لازم يمشيها، لكن للأسف تامر اخذ القطة ورماها في البحر. ومن نهاريها سلوى ابتدت تحلم بكوابيس، بتشوف قطة بتجيلها في المنام وبتقول لها انا هاجي واخد اولادك، وده بعد ما جوزك رمى القطة في البحر. وقالت لحماتها انا خايفة يكون في جن وخايفة انه يخلص على اولادي. وبعدها خدت مهند وشلته وطلعت بيه على شقتها فوق، حطته على سريره وكملت تصرفها الشيطان، وعملت معاه زي ما عملت مع نور ونادين، لكن المرة دي قتلت ابنها مهند بالبطانية اللي كان متغطي بيها. مهند في الوقت ده صحي وحاول ينقذ نفسه، لكن سلوى قدرت تسيطر عليه وفضلت خانقاه ربع ساعة كاملة، وراحت من ايامها على جنبه وكمان غطته. في الوقت ده جوزها تامر رجع من الشغل، وسلوى في الوقت ده كانت بتتعامل معه وبتتصرف بشكل طبيعي جدا، لدرجة انها راحت مشغلة التلفزيون وقعدت تتفرج عليه. ولما تامر طلب منها انه يشوف الولاد قالت لهم نايمين سيبهم وانا بكرة الصبح هصحيهم ويفطروا سوا، وطلبت منه انها تدخل النهاردة تنام بجوار الاولاد، ودخلت وتأكدت ان ولادها ماتوا فعلا وراحت نايمة جنبه. تخيلوا انها نامت جنب ولادها وهي قتلاهم، دي مش انسانة، دي اكيد شيطانة. ولما صحت الصبح لقت رغاوي راحت مسحاها من على بق الاولاد، ونزلت لحماتها والدموع في عينيها وقالت لها انا صحية ومفزوعة على كابوس، لانها حلمت ان القطة السوداء جت لها وقالت لها انا قتلت ولادك وان الدور عليكي انت يا سلوى، وطلبت من حماتها اطلعي انت صحي الاولاد علشان مش عايزين يصحوا، وانك انت لما تندهي عليهم هيقوموا بسرعه. لكن الحما قلقت من كلامها وطلعت فوق، لقت الاولاد لونهم ازرق بالكامل وبارد وبدرجه كبيره جدا. سلوى وحماتها قعدوا يصوتوا بصوت عالي، وتامر لما صحي على صوتهم وشاف الولاد شك ان موتهم ده بسبب انه كلوا حاجه مسمومه، ونزل بلغ في الوحده الصحيه وفي مركز الشرطه عن وفاه ولاده الثلاثه. وبالفعل تقرير الطبيب المبدئي كان خلاص هيطلع بترجيح ان زي ما ابوهم قال بالتسمم بسبب شكل الجسم ولونهم وبسبب الرغاوي اللي موجود، وخلاص كان هيتم دفنهم. ولما رجال الشرطه عرفوا ان في خلافات متكرره بين سلوى وجوزها شكوا في الموضوع وشكوا ان في شبهه جنائيه في القضيه بعد تحرير محضر رسمي بوفاه الاولاد، فقرروا ان يعرضوا الثلاث جثث على الطب الشرعي. وبالتشريح ثبت ان هناك مياه على الرئه، وده ما يحصلش الا اذا كانوا الاولاد ميتين غرقانين، وبدليل ان ده ما حصلش يبقى اللي قتلهم استخدم ميه. التحريات ابتدت في القريه كلها، والكل اكد في القريه ان الخلافات اللي بين سلوى وتامر موجوده طوال الوقت، لكن كانوا شايفين ان اسوأ حاجه ممكن تحصل انها تسيب تامر وتهرب. في الوقت ده سلوى كانت مكمله في خطتها بدون الشعور باي ذنب، وهي قاعده في عزا ولادها كانت عماله تصرخ وتعيط وتقول ان الجن هو اللي قتل ولادها وان تامر جثه هو السبب لانه هو اللي قتل القطه. في الوقت ده رجال الامن كانوا بيفحصوا التليفون الخاص بسلوى وفرغوا كل الرسائل والمكالمات اللي كانت على تليفونها، وتاكدوا ان هناك علاقه غير مشروعه بينها وبين هذا الشاب، وهناك ترتيب مسبق بكل اللي حصل، وانها كانت مجهزه خطه علشان تهرب بيها. كانت شايله مبلغ 25,000 جنيه في البيت ومبلغ تاني في شنطه خاصه كانت سايباها عند اختها، ولما طلع الامر بتفتيش شقه اختها لقوا الشنطه فعلا وفيها فلوس، ولقوا كمان جهاز تليفون. تم القبض على سلوى لكن كانت مصممه على الانكار، لكن بالضغط عليها راحت اعترفت بجريمتها الكامله وصورت تنفيذ جريمتها بشكل دقيق، وقالت ان السبب في ده كله جوزي تامر لانه رفض يطلقني، وكانت بتعمل ده كله ده في سبيل حاجه واحده بس، انها تكون حره وتعيش حياتها زي ما هي كانت عايزه. وفي سنه 2019 تم الحكم على سلوى بالاعدام شنقا، وتعرفت القضيه وقتها في كل وسائل الاعلام سلوى شيطان الدمياط. عايز اعرف رايكم في الكومنتات، سلوى تستحق فعلا لقب شيطان؟ لحد هنا وخلصت حلقة النهاردة، لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسيبوا رأيكم في الكومنتات، ولو في العمر بقية اشوفكم الجمعة الجاية وحلقة جديدة من أرشيف الحوادث. سلام.